مرحبا. صباح الخير اختي لاباس عليك. اهلا وسهلا. الحمد لله. الله يبارك فيك. لا خديجه كتقترحي علينا اليوم حليوه بالكوك. اي حليوه بالكوك وصابلي على شكل هيله، ولا بقى المهم شويه الوقت نعطي شي حاجه اخرى ان شاء الله. ناخذ الحليوه بالكوك، شنو المقادير اللي نحتاجوا لها؟ واخا عندنا ربعه الزبده. نعم. وربعه البيضات. عندنا كاسونس ديال الزيت. نعم. جوج كيسان سنيدة. نعم. وثلاثة ونص ديال الكوك. نعم. جوج خمارات. ايه صافي. والدقيق حسب الخليط. ثلاثة ونص الكوك شحال تقريبا كتعطي؟ ما عرفتش، المهم ثلاثة عامرهم. ثلاثة كبيرة؟ زلافة كبيرة ديال الحريرة. ايه ماشي ديال الشوربة، ديال الحريرة. ديال الحريرة زلافة كبيرة زعما. واخا لا خديجة. إذا قلنا هاد الحليوة بالكوك عندنا فيها ربعة ديال الزبدة، ربعة ديال البيضات، كاس ونص من الزيت، جوج الكيسان سكر سنيدة، زلافة ونصف من الكوك. ايه جوج ديال الخميرة الحلوة، ودقيق حسب الخليط. وباش نسندوها سنيدة مخلطة مع الفاني. حيت كتسند قبل ما تدخل الفران. نعم. سنيدة شحال تقريبا ديال سنيدة؟ المهم غتبقاي ديري حتى تكملي داكشي اللي عندك. نديرو في الاول واحد الرابعة ونخلطو معها ساشي وحدة الفاني تقريبا. انا رابعة راه دير لك هاد المقادير كاملة. ايه مع وحدة ديال الفاني نخلطوها مع بعضها ونشوفو الطريقة كيفاش غتعملي لها. تفضلي. صافي نخدمو الزبدة مع سنيدة كي العادة حتى تتولي بحال الكريمة، ونزيدو عليها البيض والزيت السوائل كلها والكوك، وعاد نزيدو الدقيق حتى تتجمع لينا، ما تكونش قاسحة. المهم تكون رخوة قد ما كانت العجينة ما قاسحاش بزاف تجي الحلوة زوينة. غير تكون مجموعة والسلام، لأن مع ملي بغيو نفندوها خصها تكون جامعة نفسها. تتكون جامعة راسها. و تنكوروها هكا كويرات صغار شويه. ونفندوهم في ديك في المزهر، نسيت ما قلت لك في المزهر. تنديروها في المزهر وعاد كنديروها في سنيده والفاني، وعاد كنحطوها في الطاوه وندخلوها الفران. نعم. الطاوه طبعا راها مدهونه بشويه الزويته ومرشوشه بالطحين ضروري. نعم. وفاش فاش كتدخل الفران راه كتفرقع، كتجي بحال ديال الكوكو السميدة. لان فيها ربعة البيضات وفيها جوج ديال الخمارات. كتجي في المنظر ديالها زوين، وحتى المذاق ديالها تجي زوينه. نردو البال لان غيضاعف الحجم ديالها، فبالتالي لما نكونو كنحطو الكويرات في الطاوه نبعدوهم شويه. نبعدوهم ماشي بزاف، ما كتزيدش بزاف. اذا نعاودو المقادير: ربعة ديال الزبدة، ربعة البيضات، كاس ونص من الزيت، جوج كيسان سنيدة، زلافة ونص ديال الكوك، جوج ديال الخميرات الحلوة، دقيق حسب الخليط. غنحتاجو أيضا شوية ديال ماء الزهر، وأيضا تقريبا واحد الرابعة ديال سنيدة مخلطينها مع ساشي وحدة ديال الفاني. كنخلطو في البداية بحال اللي كنعملو أي صابلية، البيض مع الزبدة مع الزيت مع سنيدة، عاد كنبداو كنضيفو في الكوك والخميرة والدقيق. قلتي بان العجينه كيخصها تكون متماسكه ولكن تكون رخوه. هي ما تكونش قاسحه بزاف باش ما تجيناش الحلوه قاسحه. عندنا الطاوه ديالنا ديال الفران مدهونه بالزيت ومرشوشه بالطحين، كنعملوا كويرات صغيورين، كنعملوا دوك الكويرات في الماء الزهر وفي سنيده اللي فيها الفاني، وكنحطوا في الطاوه. ملي كنكملوا العجينه ديالنا كندخلوها طبعا الفران، اولا نعملوها في الفران ديال الحومه. ياك لا خديجه؟ لا حتى ديال الدار تجي فيه زوينه. كنديروا الفران متوسط نكونوا مسخنينه. يكون سخون ويكون ناقص بزاف. ناقصه كتحتاج العافيه مهيله. صافي. وهالحلوه عي كتشد عي كتشوف فيها الفوق تفرقعات وشويه صفارت من التحت، كتنزليها هي كتبقى بيضه ما تتحمرش. ما كتحمرش. عي كتشد راسها صافي تحيديها. نعم. منين نجبدوها من الفران ربما نخليوها شويه تبرد. انا غتفرتت الى حيدناها في من الاول. لا ما كتفرتتش حيت ما فيهاش السميده مباشره. نعم. كتحيد ما كتهرس ما والو. نعم. تبارك الله عليك لاله خديجه، شكرا جزيلا على